بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي ومتتبعات جريدة بلاد تي في، مرحبا بكم وعيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم كنت واجد بقرية من جماعة أمرزقان، إقليم مدينة ورزازات. اليوم جمعية شباب توريرت بدوار توريرت جماعة أمرزقان إقليم ورزازات كتنظم دوري وكتنظم ايام ثقافيه اللي كتكون يوم العيد وثاني عيد وثالث عيد، ودائما كتنظم هذه الجمعيه وكل سنه كتنظم هذه الايام الثقافيه. بجريده بلاد تي في، وكذلك مرحبا بالمتتبعين، ما تمشيوش بقاو معنا طيله الايام. جريده بلاد تي في غتواكب الحدث ان شاء الله. عليكم ايت حمد حسن، عضو في جمعيه شباب توريرت. جمعية شباب التوريد تنظم هاد سميتو عيد الأضحى، منها الدوري نتا كورت، منها الأنشطة، منها بويلمون. المهم غساد نظمين الدوري على الشباب من توريرت، منهم نكينيت كعميد الفريق الدري رياضني. المهم انت اسكا ان شاء الله لا يتصبح لنا بويلمون نفوسكا ارتليت الأمسية، أمسية ختامية ثلاث أيام، إسكات ثلاث أيام أمسية ختامية. هذا في التقاليد ربو الجلود، هاد الأنشطة زعما نسمون الشباب نسمون مدن تلين غدا الاتحاد ارتصان تفرحنا مدن ارتصان شاش كان سميتو الخدمة المال الخدمة سميتو تاش كان بنادم العطلة تاش كان الدراري المدرسة تقاور مدن على حسب الأنشطة. يا تعمرت مزيرت كما تعمرت مزيرت تقريبا الجمعيه بوحده الجمعيات شباب توريرت لا انت تنظم كل شيء. زعما قلت لي كان المساهمه كان الجماعه ولا كان الناس سميتو تقول كان صراص طلبات الناس سميتو، ولكن والو الدراري انت مازيرت شباب توريرت تنيس كان سميتو كل شيء. تقريبا اول مره اول عام تدخليت السيده النائبه البرلمانيه ايمان لماوي، تنشكرها من هذا المنبر هذا، هي اللي دخلت في هذا السميتو ديالنا هذا العام هذا، ما زعما تقريبا اول مره. واه تحيه لك سي حسن، شكرا خويا الساكنه، شكرا على حفاوه الاستقبال، شكرا نتمناكم الخير وتنشكروا قناه بلادي تي في. ويعني كاينين طاقات شابه دائما كل سنه كينظموا هاد الانشطه، واللي كيكون في اليوم الاول كيكون دوري يعني مصغر بين اربعه فراقي، وكذلك في اليوم الثاني كيكون يوم حافل اللي كيكون فيه بوجلود، وكذلك اليوم الثالث اللي هو يوم الختام كتكون صبحية في الصباح، يعني ألعاب ترفيهية لفائدة الصغار وكذلك سباقات، وفي المساء كتكون أمسية ثقافية لهذه الأيام الثقافية، يعني تتعلن عليها شباب توريرت أنها دائما كتكون واحد اللمه، كتكون واحد الاخوه، وكيكون واحد التضامن بين ساكنه دوار توريرت. فشكرا لهذه الساكنه، شكرا للشباب على حفاوه الاستقبال.